كأس العالم للأندية والقرار اللي تم اتخاذه من اللجنة التنفيذية في الفيفا بالأمس بخصوص ايه اللي هيحصل في النسخة اللي هتتلعب 2025. امبارح احنا في برنامج الترند ويمكن اول برنامج اتكلم من خلال الظهور امبارح على القرار المنتظر بخصوص النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، ويمكن العديد من الصحف الأوروبية كانت اتكلمت التوقعات يعني بخصوص الأندية اللي هتشارك، وكان الاقتراح ان الانديه اللي فازت بالبطولات القاريه اللي هي الاساسيه والرقم واحد في كل قاره، دوري ابطال اوروبا، دوري ابطال افريقيا، ولكن الاتحادات اللي هي هيشارك منها اربع انديه او اكثر، يعني زي الاتحاد الافريقي، الاتحاد الاسيوي، الاتحاد الاوروبي. فبالتالي الاهلي فاز بنسخه 2021، الوداد الرياضي المغربي فاز بنسخه 2022 ونسخه 2023 اللي بتتلعب حاليا، والنسخه القادمه 2024. دول اللي هيشاركوا في كأس العالم للأندية 2025. لسه مش متحدد طبعا هتتلعب فين، في كلام ممكن تتلعب في الولايات المتحدة الأمريكية، في كلام ممكن تتلعب في آسيا، تبقى ما بين الصين أو كوريا واليابان. كل ده هيتحدد خلال الأشهر القليلة القادمة إذا تم فتح باب العطاءات الدول اللي ممكن تنظم هذا الحدث الكبير. ولكن تحدد خلاص ريال مدريد، تشيلسي من أوروبا، الأهلي والوداد من أفريقيا، الهلال السعودي طبعا يعني من قارة آسيا، في فلامينجو وبالميراس من أمريكا الجنوبية، يعني تحدد ما يقرب من حوالي من 8 إلى 9 أندية هتشارك في النسخة المقبلة. لكن بغض النظر عن كل التفاصيل الفنية أو الإدارية أو القرارات اللي اتخذت امبارح من اللجنة التنفيذية في الفيفا، في حاجات كده يعني بتبقى فيها رسائل للأهلي ولجمهور الأهلي وللأهلاوية بشكل عام، إن في توقيت ما لو أنت عندك مشاكل أو عندك ضغوطات أو نتائج لا قدر الله سلبية، بيتيجي كده نقطة ممكن تكون بصيص أمل، التفوا حوالين المكان والتفوا حوالين الكيان عشان كلنا نخرج من الكبوة اللي احنا موجودين فيها. الكل بيعترف إن في أخطاء، ولكن عشان نخرج من الكبوة دي أكيد أكيد يعني مهم جدا التفاف جميع العناصر عشان نخرج من هذه الخسارة اللي تمت في مباراة سان داونز، ويبقى في تطوير للفترة اللي جاية، لأن في النهاية اللي بينتقد أو حتى اللي مستني الأمور تتحسن الاتنين هدفهم واحد، إن النادي الأهلي دايما يفضل رقم واحد. فبالتالي النقد الإيجابي وتصحيح الأخطاء مطلوب كمان، فالنهاية كلنا بنتمنى أن النادي الأهلي يسير إلى الأفضل، وده اللي كلنا بنتمناه، وده الشعار اللي كلنا بنمشي وراه لما بنقول على الحلوة والمرة معاه. فكانت لحظة مهمة جدا بالأمس أن جمهور الأهلي ولو يعني ساعتين ثلاثة كده خبر يسعده شوية بعد الأحداث اللي تمت خلال الأسبوع الجاري في نتيجة مباراة سان داونز والأهلي يوم السبت اللي فات. طيب.